مشاهدينا الأعزاء، يا هلا ومرحبا فيكم في برنامج بنات الديرة. بنات الديرة راح نستضيف فيه مجموعة من بنات ديرتي المتميزات في مجالاتهن المختلفة. راح نطل عليكم في شهر رمضان خلال 30 حلقة عبر تلفزيون دولة الكويت، وأيضا راح نعرف أكثر عن طموحهم وإنجازاتهم. ضيفتنا الأولى اليوم راح تكون بنت مميزة في مجالها وحاصلة على العديد من الإنجازات. راح نستضيف لكن بعد الفاصل كابتن هنادي المزيعل. فاصل ونرجع نواصل معكم. مشاهدينا نكمل معكم فقرات برنامج بنات الديرة، وأكيد أول شيء نرحب بضيفتي كابتن هنادي المزيعل اللي هي أول مدربة في الشرق الأوسط تحصل على رخصة مدرب غوص حر من منظمة FII العالمية، صح؟ FII العالمية. يا هلا ومرحبا فيك كابتن هنادي. الله يحييك وتسلمون على الاستضافة ويعطيكم ألف عافية. يعافيك. يعني طبعا احنا دائما في هالبرنامج نحب نسلط الضوء على بنات ديرتي المتميزات، وانت ما شاء الله يعني الريكورد مالك، خلينا نقول سجل حافل، عندك انجازات عديده في مجال الرياضه. اول شيء نبي نتكلم عن كونتش اول مدربه في الشرق الاوسط تحصل على رخصه مدرب غوص حر من منظمه عالميه. طيب كلمينا اكثر عن انضمامك لهالمنظمه، شلون خذيتي هالرخصه، شو اللي خلاك تحبين هالمجال؟ تفضلي. صراحه مجال البحر يعني الوالد رحمه الله عليه كان ياخذنا من واحنا صغار يقطنا بالبحر، حدائق وسباحه والسوالف هذه. شوي شوي حبيت استكشف هالعالم هذا. فبلشت بالسكوبا، غوص السكوبا اللي هو بالمعدات، وخذيت فيه رخصه مدربه. الحمد لله استهواني نوع ثاني من انواع الغوص اللي هو الغوص الحر. شنو فرقه مع الغوص العادي؟ الغوص الحر اللي هو عن طريق كتم النفس، شلون اجدادنا اول يغوصون على المحار واللولو، يغوصون بكتم النفس بس. نفس الطريقه القديمه. نفس الطريقه القديمه بالضبط. فاستهواني هالنوع. حصلت وايد عوائق او بمعنى اصح اقول لك محبطات، انه يقول الغوص الحر مقتصر فقط على الرجال. النساء، العنصر النسائي صعب عليه. فهني انا شويه الحماس خذاني وقلت لا، لازم تحدي لك، تحدي لازم ادش هالمجال، ابي صراحه اجرب. اول ليسن، ثاني ليسن، الثالث قلت بصير مدربه، والحمد لله خلال سنتين قدرت اني انا اصير اول مدربه بالشرق الاوسط من منظمه FII العالميه، وهي منظمه مختصه فقط بالغوص الحر، وتعتبر من اصعب المنظمات ان انت تدشينها. جميل. طبعا اول شيء مبروك على هالانجاز اللي حققتيه، واحنا فخورين فيه طبعا حبيبتي. والصعوبات اللي اجتزتيها ايضا راح نتكلم عن المعوقات اللي تحبط الكثيرات من البنات ان يكملون في مجالاتهن، خاصة الرياضة. طيب أيضا المشاهدين أكيد لازم يعرفون أن أنت لاعبة منتخب الكويت للبولينج. طبعا كلمينا كونك أول بنت عربية تحصل على بطولة دولية من الغوص إلى البولينج، سبب اختيارك للبولينج، يعني شو اللي تميزتي فيه بهالرياضة وليش اخترتي البولينج؟ البولينج جت عن طريق الصدفة البحتة، يعني أنا ما اخترتها صراحة، هم اللي اختاروني. يعني أساسا أنا كنت فارسة في منتخب الكويت الفروسية. ما شاء الله. تمام. ليل 2005 شافني المدرب وأنا رايحة ألعب فان جيم، مجرد إنه فن يعني. إنه بس للاستمتاع. إيه بس وناسة. شافني المدرب كان يقول أنا أبيك بالمنتخب. قلت له بس أنا ما أعرف شيء. كان يقول لي بس أنا شايف إنه يي منك يعني. وبلشت والحمد لله. أول إنجاز خذيته بنفس السنة كانت بطولة داخلية خذيتها. ما شاء الله. توالت الإنجازات ل 2009 اللي هو خذيت أول بنت عربية تحصل على البطولة الدولية. طيب يعني ما شاء الله. طبعا نذكر الله أن ما شاء الله كابتن هنادي كل مجال تدخله في الرياضة قاعد تبدع فيه وتحصل على ريكورد جميل ينضاف لرصيدها الرياضي. طيب نبي نركز شوي على لعبة البولينج. شو المواصفات المطلوبة للشخص اللي يعني أو خلينا نقول البنت بالأحرى حابة مثلا تنضم لفريق، حابة تكون متميزة في البولينج، في لعبة البولينج،
في مواصفات معينة تحتاجها هاللعبة؟ طبعاً أكيد، هي اللعبة لعبة البولينج عموماً تحتاج إلى توافق عضلي عصبي. يعني اللي يقول ما فيها لياقة، ما تحتاج لياقة، بس يقول شو أخذ الكرة وحذفيها، لا لا لا، تحتاج فعل اللياقة. والتركيز شلون تصيبين الهدف؟ التركيز شلون توافقين ذهنك تركيزك مع حركتك عشان تجيبين التارجت أو المكان اللي راح تنزل عليه الكرة بالضبط عشان تجيبين الضربة الصحيحة. فمو سهلة، تحتاج تدريب وايد. يعني نقول عشان تبلشين تصيرين بروفيشنال من 6 شهور إلى سنة عشان نقول أخذتي قواعد اللعبة صح. طيب أنت شلون كونك متمكنة في هاللعبة ويعني حصلتي على بطولات في هذه اللعبة، شلون تشوفين مستوى بطولات البولينج المحلية ومقارنة مع البطولات اللي تتم بالخارج؟ عندنا هني بالكويت ما شاء الله كل شهر قاعد تقام بطولات داخلية، وفي واي بطولات داخلية قاعد تقام بالكويت غير الدوريات، في أكثر من دوري بالكويت قاعد نلعبه للبنات وللشباب. البنات والشباب الاثنين مع بعض، منافسات حلوة، بس غير لما تطلعين منافسات برا الديرة هني تصير أقوى، المنافسة أقوى، قاعد تحتكين مع ناس بروفيشنال باللعبة، فهني أنت تقدرين تطورين مستواك. إذا تميتي على مجرد البطولات الداخلية المستوى راح يظل ثابت عند حد معين، لكن إذا تبي تطورين من نفسك الاحتكاك مع الناس البروفيشنال اللي برا راح يطور من مستواك من أدائك، راح تلاقين السكور مالك كل ماله قاعد يعلى، اللي هو الافرج مالك المعدل قاعد يعلى ويعلى. فيعني صراحه انصح اللي تبي تمارس هاللعبه ما تقتصر بس فقط على التدريب او البطولات الداخليه. طيب يعني كوننا الحين في شهر رمضان، يعني الناس صيام و يعني تدرين الزوارات تكثر، الزواره الغبقات حق المتن. طيب شلون تخصص كابتن هنادي وقتها، يعني خاصة المشاهدات خلينا نقول بالأحرى اللي يحبون مثلا يضيعون وقتهم بممارسة رياضة خلينا نقول البولينج من إحدى هذه الرياضات، شلون طريقة روتينك، شلون تقدرين تتدربين، وشلون اللي قاعد تشاهد تتدرب مثلا بالطريقة اللي كابتن هنادي تتبعها، شنو خطواتك؟ احنا نقول بالنسبة حق شهر رمضان الفضيل ان الفترة الصباحية هذه تدريب بولينج، ما تتعب ما تجهد ما تعطش، يضيع الوقت. حلو، يعني اذا تبين الوقت يضيع ويمشي عليك بسرعة روحي لعبي جيمين 3 أيام بولينج كتمرين لك، بس تمرين طبعا بتركيز. أي. مو اني انا بس اني اروح العب وخلاص. اي يعني هم ينمي عضلات اليد مثلا في كور تكون ثقيله، الكور ثقيله اي، بس طبعا كل واحد ومقدرتش كثر يقدر يشيل، يعني انت ومقدرتك. فهذا بالنسبه حق الفتره الصباحيه او نقول خلينا فتره الظهيره. بعد الافطار هني تبلش عندي كورسات الغوص والحوض السباحه، وايام الويكند نطلع بحر. طبعا نزلاتنا البحر تصير الغوص الليلي فقط. حلو. لا غير برمضان. في فرق، خلينا نرجع للغوص عيل. الغوص خلال النهار يفرق مع الغوص بالليل، شنو ميزته؟ طبعا كلمينا عنه. غوص النهار حلو مو حلو، بس غوص الليل احلى. شلون؟ ان في احياء بحريه ما تشوفينها الا بالليل. بالليل. ثاني شغله، الالوان بالليل تشوفينها على طبيعتها مو بالنهار. النهار بسبب خاصية الانكسار الضوئي كل ما تنزلين أعمق كل ما تبلش الألوان عندك تختفي، خصوصا اللون الأحمر. تصير عتمة يعني. أي مو عتمة، تشوفين الألوان موجودة بس عينك ما تشوف إلا اللون، نقول الأزرق النيلي، تبلش الألوان تصير غامجة. لكن بالليل مع الإضاءة معاك طبعا الليت التوتش تشوفين، تحطينها على المرجان او على الاحياء البحريه تشوفينها بلونها الطبيعي، فتشوفين الوان خلابه امانه. سبحان الله. فاحب الغوص الليلي يعني اكثر من النهار. يعني كذي قاعد تشجعين المشاهدات، وانا من احدى المتشجعات حاليا ان انضم واشوف جماليه البحر، لان البحر ما شاء الله يعني بحد ذاته سبحان الله، يعني الله حط فيه كل الاسرار الجميله والكائنات البحريه. طبعاً. يعني حلو ان الواحد يضيع وقته في شيء بقول جميل. جنة الله تحت الارض عندنا بالبحر، يعني كفايه الالوان، المرجان، الاحياء البحريه،
يعني بقول لك حسبه صغيره بس ان نسبه 29% يابس و 71% هذه ماي ما اكتشفها ما اشوف شنو فيه، ليش اضيع مني هالفرصه هذه؟ يعني كابتن هنادي انت قاعده تشجعينا ويعني الحوار معك شيق جدا. راح نكمله لكن بعد هالفاصل فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع كابتن هنادي المزعل. مشاهدينا الأعزاء نرجع ونكمل حوارنا في بنات الديرة مع كابتن هنادي المزيعل. الحوار معها شيق جدا، رحنا لأعماق البحر وقاعد توصف لنا جمالية الأعماق، ونكمل حوارنا على هالمحور نفسه نتكلم عن الغوص أكثر. طيب نبي أكيد المشاهد حاب يعرف أول غوصة كانت لك، شلون كان شعورك؟ نبي توصفي لنا أول مرة جربت هنادي المزيعل الغوص في أعماق البحر، شنو كان إحساسها؟ صدقيني ما أنساها كأن أمس غايصتها. ما شاء الله. كانت بالضبط 2012، كانت أول غوصة لي وبجزيرة قارو. من كثر ما أنا كنت مستمتعة كنت قاعدة أقلد المدرب كل حركة شنو كان قاعد يسويها كنت قاعدة أقلده. فحتى لما طلع قاعد يسألني يقول أنت ليش قاعد تقلديني؟ قلت له من كثر ما أنا مستمتعة صراحة. وايد كانت الغوصة حلوة وعلى حظي كانت الرؤية حلوة وقاعد أشوف المرجان أول العادة أشوفه يعني بالدوكيومنتريز بالأفلام أول مرة أشوفه بعيوني، فكان شعور جبار شعور عجيب صراحة. طيب طبعا يعطي العافية المدرب، يعني واضح أن تأثيره كبير عليك أنك قدرتي تتعمقين في مجال الغوص وتصيرين بهذا المستوى الجميل اللي احنا فخورين فيه. نبي كابتن هنادي توضح لنا أول شيء طريقتك في ممارسة الغوص، أيضا لها طبعا قواعد ووصول. أكيد في ناس تقول اللبس شلون أحصله، مثلا في ناس تقول تكاليف معدات الغوص، وأيضا يعني أسعارها شوي مكلفة. صح. ولكن اللي عنده شغف في شيء أكيد ما يهمه هالأشياء ويدور الأفضل، يعني بالضبط. أكيد كل شيء كل ما كانت قيمته عالية أكيد لجودة الشغلة. لكن نبي نعرف طريقتك وروتينك المعتاد وشون تطورين من الطرق مالتك في الغوص، شنو اللي يميز غواص من غواص آخر؟ أكيد بالنسبة حق الغوص احنا قاعد نغوص بحر وهو بحر صدقيني معلوماته ما تخلص. يعني انا الحين مدربة من 2015 انا مدربة غوص سكوبا بالمعدات. شوفي ما زلت ليومنا هذا انا ما زلت اتعلم وادرس، قاعدة اخذ تخصصات جديدة علي. ابي اتعلم ابي اعرف، يعني خلصت مثلا تخصص غوص حطام عندي اللي هو شنو غوص الحطام اللي هو الطبعانات يعني مثل سفن غرقانه نستيتانك وشو عندشها ونغوص فيها تلقون عاد سوالف كذي انتيكس وطبعا هي فيها بس ممنوع اللمس. اوكي يعني احنا نازلين في شيء عالمي مثلا متفق عليه ستاندر ان احنا نشوف بعيوننا شغله اللمس هذا، واذا حد اكتشف شيء دفين يعني مثل هذا خلينا نقول الجلاده اللي طاحت ممنوع في الماي ممنوع نهائيا جواهر وكنوز. يعني يقول لك ممنوع اللمس، في دول اصلا تمنع لبس الدس بيدك عشان لا تلمسين شيء. شوف لي وين هي حريصه لهالدرجه. تعلمي يعني الحمد لله قدرت هم احط شيء باسم الديره اني انا كاول امراه كويتيه تغوص تحت الجليد. جميل. غصت بايسلندا فهذا تخصص هم يعتبر تخصص نادر هنا عندنا خصوصا بالخليج او الوطن العربي. حلو الواحد تعلمين او تاخذين لك خبره غوص. جميل جدا. وايضا كابتن هنادي انت يعني كان لك مشاركات خلينا نقول على المستوى المحلي والعالمي، شاركتي في اولمبيات ابو ظبي او راح تشاركين خلينا نقول شاركتي في اولمبيات ابو ظبي 2019. انا لان قاعده اشوف التاريخ قريب. صح. فقلت يمكن مشاركه واكيد مشاركاتك الجايه كثيره احنا عارفين. نبي تكلمينا عن هالمشاركه شلون كانت، خاصه ان ابو ظبي في الامارات العربيه المتحده الشقيقه ينظمون دائما مسابقات وأولمبيات ويعني اهتمامهم في الرياضة انقدرة جدا، وإحنا أيضا من الدول اللي تحب تشارك دائما وسباقة في الرياضات في كل مكان. نبي على المستوى الخليجي شنو اللي أنجزته
كابتن هنادي المزيعي؟ هو بالنسبة حق أبو ظبي كانت ألعاب أولمبيات العالم على مستوى العالم، بس كانت مع ذوي الهمم، يعني أصحاب الإعاقة. أصحاب الهمم، فكنا المشاركة معاهم إن إحنا شلون ألعاب متحدة، يعني إن إحنا نلعب وياهم مثلا فريق الزوجي الفرق، لكن ما نلعب سنجل، لأن إذا لعبنا سنجل تعتبر هذه بطولة ثانية، فإن إحنا نلعب وياهم إن إحنا هذه أيضا تطبق سياسة الدمج بهذه الطريقة. جميل جدا. فأنا صراحة أشكر نادي الطموح إن هم أتاحوا لي الفرصة هذه بدعوتهم الكريمة لي إني أنا إني أشارك مع أصحاب الهمم بالبطولة، والحمد لله قدرنا نحصل على إنجازات تعتبر دولية وعالمية، إن إحنا ناخذ ميداليتين فضة. اللهم لك الحمد. ألف مبروك على هالإنجاز، وأيضا جميل إن الإنسان يكتسب يعني خبرة تضاف له في رصيده، وأيضا يتعامل مع جميع الفئات، والدمج هذا أنا يعني أحييهم عليه، أن فعلا هم أصحاب همم وإعاقتهم ما تمنعهم نهائيا أن يكونون سباقين في إنجاز البطولات. وهذا شيء إحنا كلنا نسعى له. نبي أيضا كابتن هنادي تكلمينا، أنا رح يعني سؤالي راح يكون بسيط بس أكيد مهم جدا أن نعرفه، وأكيد المشاهدات حابين يعرفونه. كابتن هنادي، شنو النظام الغذائي أو الطريقة الرياضية اللي تتبعها حتى تحافظ على مثلا خلينا نقول رشاقتها، على أسلوب الحياة اللي قاعدة تعيشها في طريقة رياضية صحيحة؟ أكيد في ناس حابة تتعلم وتتقن هذا المجال وحابة تتبع خطوات صحيحة في الرياضة، كلمينا عن طريقتك. مهما كان لازم طبعا التمرين متواصل، قلنا تمرين البولينج عندي أنا الفترة الصباحية، الظهاري أو العصاري لازم يكون نادي عندي أروح لياقة، لازم أليق بعد الفطور عندي طبعا اللي هو المحاضرات الغوص، وأنزل معاهم حوض. ما شاء الله الجدول حافل. الجدول عندي ماكو مجال للحلو. فالحمد لله الحمد لله، يعني أحاول كثر ما أقدر إن أنا أحافظ على لياقتي، إن أنا ما الحمد لله إني أخرب. بس ما يمنع يعني، بس تحرقينا. هذا أكيد، بس لازم أحرقه صح. تحرقينا يعني أكيد. جدولك منظم وطريقة يعني حلوة، إن إذا حابين البنات يتبعون طريقة كابتن هنادي يعني حاولوا إن تنضمون لفريق البولينج، فريق الغوص، ما يمنع يعني أكيد المجال متاح للبنات أكيد. للانضمام طبعاً. طيب اللي حابة تنضم في أعمار معينة، فئات معينة، خلينا نقول شروط معينة من قبل الناديين اللي هو الغوص والبولينج، كلمينا عنهم. بالنسبة حق البولينج يأخذون الفئات السنية الصغيرة، يفضلون الحين أن يبلشون يعلمون البولينج من الصغر، ونفسنا احنا تعلمنا على كبر، فيفضل. من أي أعمار عفوا كابتن؟ يعني خلينا نقول من عمر 8 سنوات أو 6 سنوات البنت والولد يعني بنفس الطريقة، يعني قاعد يشوفهم قاعد يلعبون من أروع ما يكون اللي هالصغار اسم الله عليهم. حلو. هذا بالنسبة حق البولينج، وهم ما يمنع إذا واحدة هم كبيرة بالعمر حابة تتعلم، ما في شيء اسمه صعب أو إنه ما أقدر. صحيح. راح تقدر يعني في أمل لي. طبعا أكيد أنا تعلمت على كبر البولينج، يعني ما شاء الله لازلتي شباب. أنا ما عندي العمر، نقول مجرد رقم، رقم على ورقة ما أعترف فقط صدقين. هي الروح هي وطريقة أكيد. الحياة يعني تشوفين ما شاء الله في نساء في أعمار متقدمة، لكن هذا مجرد رقم. صح. إنجازاتهم صحجة. قاعد تضاف لأرصدتهن خلينا نقول بطريقة صح. جميلة جدا. وأنا دائما مع الرياضة، ومع أن المرأة تحاول دائما تكون رياضية باختلاف صح. المجالات الرياضية بالضبط. صح. أما بالنسبة حق الغوص، نقول الغوص عندنا الحمد لله وايد الأعمار من 8 سنوات لمفتوح طبعا. جميل. طيب كابتن هنادي الحوار معك كان شيق جدا، وأكيد المشاهدات والمشاهدين حابين يسمعون كلمة أخيرة أو نصيحة من كابتن هنادي في الختام. كلمة أخيرة أقول يعطيكم أول شيء ألف عافية على هاللقاء الحلو، ثاني شيء كلمة حق بناتنا نقول شد حيلكم، ما في شيء اسمه بقاموس البنات
صعب ما أقدر مستحيل، هذه شيليها من راسك، أنت قادرة وتقدرين على كل شيء. تسلمين، كل شكر لكابتن هنادي المزيعل على وجودها معنا في برنامج بنات الديرة، وكل شكر متابعينا ومشاهدينا على متابعتكم برنامج بنات الديرة. نوعدكم بلقاءات أخرى مع بنات من الديرة مميزات وحاصلات على إنجازات عديدة، لكن في الحلقات القادمة. ودمتم سالمين، مع السلامة.